نشرة الحادي عشر من التناصح، وبداية بأبرز العناوين. قوات الثوار في مدينة سرت تتقدم داخل الكامبو والجيزة البحرية وعمارات 600 في الحي رقم 3، وسقوط شاهدين من قوات الثوار خلال الاشتباكات. مقتل آمر كتيبة التدخل السريع التابعة لقوات حفتر بانفجار لغم أرضي بمنطقة قنفودة. والإعلام الخارجي التابع للبرلمان المنحل يستنكر مطالبة العفو الدولية بإخراج العائلة من المنطقة. فايز السراج يصرح بعدم وجود أي مشاكل مع حفتر لأنه معين بشكل قانوني، وصعوبات تعيق انطلاق مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا. قال مصدر من مدينة سرت إن قوات الثوار تقدمت الاثنين في منطقة الكامبو بعد إحكامها السيطرة على المواقع التي طردت منها عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة يوم الأحد. المصدر أوضح أن قوات الثوار تتقدم داخل كامبو المنارة والجيزة وعمارة 600 في الحي رقم 3 في المدينة. وأشار المصدر إلى أن عدد قتلى عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في اشتباكات الأحد فاق 80 قتيلا، 50 منهم لقوا مصرعهم إثر محاولتهم الالتفاف في محور الميناء حسب المصدر. وفي السياق ذاته استشهد 3 من قوات الثوار صباح الاثنين خلال تقدمهم بحي الكامبو بسرت واشتباك مع ما يعرف بتنظيم الدولة بحسب مصدر من المدينة. المصدر أضاف أن الاشتباكات توقفت بعد أن تقدمت قوات الثوار وألحقت خسائر بشرية ومادية في صفوف ما يعرف بعناصر التنظيم. وكان المتحدث باسم مستشفى مستوطن المركزي أكرم قلوان قد صرح للتناصح مساء الاثنين بسقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء الاشتباكات. هذا وكان قسم الحوادث والطوارئ بمستشفى مستوطن المركزي قد استقبل أمس الأحد 9 شهداء و64 جريحا من قوات الثوار جراء الاشتباكات مع ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرت. وقال المتحدث باسم مستشفى مصراتة أكرم قلوان في تصريح للتناصح إن قسم الحوادث استقبل أيضا جثة صحفي هولندي قتل برصاص قناص من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. وأشار قلوان إلى أن 5 من جرحى الثوار حالاتهم حرجة، مؤكدا في الوقت ذاته عن الحالة الجيدة لباقي الجرحى من قوات الثوار. من جهته قال الناطق باسم غرفة عمليات الطوارئ الجوية محمد قنونو إن سلاح الجو التابع للغرفة شن 10 غارات جوية استهدفت آخر معاقل ما يعرف تنظيم الدولة بحي الكامبو بمدينة سرت. قنونو أكد في تصريح خاص للتناصح عن استهداف قناصين اثنين وعددا من عناصر التنظيم بأحد المباني السكنية التي يتخذها التنظيم مركزا له، مضيفا أن طائرات الدعم الدولي شنت 5 غارات استهدفت عناصر التنظيم في الحي رقم 3. وأشار قنونو إلى أن القصف جاء للتغطية عن تقدم قوات الثوار باتجاه آخر معاقل تنظيم الدولة بمدينة سرت. سرت تنتزع من أيادي ما يعرف بتنظيم الدولة بعد معارك كلفت غاليا من شباب ليبيا، في الوقت الذي لا زالت مجموعات مارقة خارج عن القانون تسمي نفسها بالجيش الليبي تدمر مدينة بنغازي وتزرع الخوف والدمار. المزيد في سياق التقرير التالي. الثوار هم وحدهم من يصنع الانتصار كما يبدو ضد التنظيمات الإرهابية المتطرفة. هذه سرت تفتك من أيادي العابثين من تنظيم الدولة الإرهابي بعد معركة كلفت غاليا من شباب ليبيا، ما بين شهداء أفضوا إلى ربهم وبين جرحى تخطى عددهم 2000 جريح منهم حالات بتر كثيرة. وفي النقيض من ذلك مجموعات مارقة خارجة على القانون تسمي نفسها الجيش الليبي تدمر مدينة بنغازي وتزرع الخوف والدمار بقيادة أسير الحرب حفتر. الوضع الدولي يقف مع ما يسميه الاتفاق السياسي في الصخيرات ويسكت في الوقت ذاته على مشهد الإبادة الجماعية في مدينة قنفودة. تساؤلات كثيرة على جدية الأمم المتحدة في تطبيق اتفاق الصخيرات وخطط تجهز لتولي حماية وتأمين مدينة سرت بعد التحرير. كما يعتقد كثير من المراقبين أنه لم تتمكن الحكومة من تقديم دعم يذكر للثوار في سرت.
ومن قال بأن الطائرات الأمريكية أسهمت في الحسم؟ يقول المتابعون للشأن العسكري إن مهام الطيران الأمريكي لم تكن واضحة، وإنها تدخلت بعد إنجاز حوالي 80% من المهمة. في هذا الوسط يسعى عدد من الثوار إلى توحيد الصف ولملمة الشتات عسكرياً وسياسياً لمواجهة الأطماع ومحاولات الانقلاب العسكري في الشرق. فقدم الثوار وثيقة تأسيس دولة ليبيا التي تنص على تجميد الأحزاب وتفعيل لجنة الدستور ومنع مزدوجي الجنسية من مزاولة العمل السياسي في ليبيا وعدد من النقاط الهامة. وتسعى الوثيقة لإيجاد جسم يحافظ على إنجازات الثوار اسموه مجلس الأمة، ويتكون بالترشيح والتزكية موزعا حسب عدد السكان. المشروع جاء ليحمي انتصار سرت من أن يسرق من أيدي الثوار، خاصة وأن الثوار سيطروا على مواقع جديدة في الحي رقم 3، مما أدى لانحسار التنظيم من جديد. وإلى الوضع الميداني في مدينة بنغازي، حيث استهدفت المدفعية الثقيلة التابعة لقوات مجلس شورى طوارئ بنغازي الاثنين تجمعات لقوات مجرم الحرب حفتر بمحور الجوارشة غرب المدينة، وذلك حسب مصدر من المجلس. المصدر في تصريح لقناة التناصح ذكر أن قوات المجلس أعطبت آلية وأصابت من فيها، فيما أفادت مصادر طبية بمقتل 3 أفراد تابعين لمجرم الحرب حفتر وإصابة 5 آخرين. هذا وانفجر لغم أرضي بمحور قنفود الاثنين سقط على إثره آمر كتيبة التدخل السريع التابعة لقوات حفتر. قال مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي لقناة التناصح الاثنين إن طائرات أجنبية موالية لمجرم الحرب حفتر كثفت طلعاتها على مواقع سيطرة الثوار غرب المدينة دون أن تشن أي غارة. فيما ذكر مركز السرايا للإعلام الأحد أن طائرات الميغا التابعة لمجرم الحرب حفتر شنت غارة جوية على منازل العالقين بقنفودة، فيما قامت طائرة أجنبية موالية لمجرم الحرب حفتر بشن عدة غارات السبت على منازل العالقين بمنطقة قنفودة. هذا وكانت السرية المدفعية التابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي قد استهدفت مساء الأحد قاعدة المشاة البحرية التابعة لقوات مجرم الحرب حفتر، وذلك حسب مركز السرايا الذراع الإعلامي للمجلس. المركز ذكر أن طائرات الميغا التابعة لمجرم الحرب حفتر شنت غارة جوية على منازل العالقين بقنفودة، فيما قامت طائرة أجنبية موالية لمجرم الحرب حفتر بشن عدة غارات السبت على منازل العالقين بمنطقة قنفودة. استنكرت هيئة الإعلام الخارجي التابعة لمجلس النواب المنحل مطالبة منظمة العفو الدولية بإخراج العائلات العالقة بمنطقة قنفودة. الهيئة وفي بيان لها قالت إن التقرير الذي أصدرته المنظمة يحمل مغالطات حسب وصفها، فيما ذكرت أن قوات ما وصفتهم بالجيش الليبي وجهت نداءات متكررة للعائلات بالخروج من منطقة قنفودة. هذا وتتعرض العائلات العالقة بمنطقة قنفودة للقصف بالمدفعية الثقيلة التابعة لمجرم الحرب حفتر والطيران الأجنبي الموالي له، وقد نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا طالبت فيه بخروج العائلات دون أي قيد أو شرط. استنكر عضو هيئة صياغة مشروع الدستور مراجع نوح ما يفعله ما يسمى بالحاكم العسكري للمنطقة الشرقية عبد الرازق الناظوري من تعيين لعسكريين عمداء للبلديات، واصفا ما يفعله بالخرق للقوانين. نوح وفي تصريح صحفي ذكر أنه يمكن لأي شخص رفع دعاوى قضائية على قرارات تنصيب العمداء العسكريين التي وصفها بالباطلة، فيما أضاف أن التغير يكون وفق القوانين وليس بإصدار القرارات بحسب تصريحه. قال مفوض الخارجية بحكومة البعثة محمد السيالة أن السراج وخلال زيارته لفرنسا نفى وجود أي مشاكل مع مجرم الحرب حفتر، لأنه قائد عسكري معين بشكل قانوني من مجلس النواب حسب قوله.
سيالا وفي مؤتمر صحفي جمعه بوزير الشؤون المغاربية الجزائري عبد القادر مساهل أضاف أن المشكلة مع مجرم الحرب حفتر هي حول عدم امتثاله للرئاسي المقترح، كما ذكر أن الأطماع الدولية في ليبيا هي من أفشلت المصالحة الوطنية حسب وصفه. هذا وذكرت عدد من المصادر الإعلامية أن هناك صعوبات تعيق انطلاق مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا الذي كان المقرر أن يبدأ اليوم الاثنين. هذا وكان من المفترض أن تستضيف العاصمة الفرنسية باريس الاثنين اجتماعا حول ليبيا بمشاركة ممثلين عن دول عدة من المنطقة بينها مصر وتركيا ودول الخليج، مع عدم دعوة الجامعة العربية للحضور التي أصدرت بيانا أمس تعبر فيها عن استغرابها من استثنائها. هذا وكان الناطق باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية محمود عفيفي قد ذكر أن التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية كان وسيظل على رأس أولويات الجامعة العربية ويعتبر من صميم مسؤولياتها. هذا وكان وزير الخارجية الفرنسية جان مارك آلوت أعلن الأربعاء الماضي أن الاجتماع جاء لأجل دعم الوحدة الوطنية في ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار فيها. أطلق صلاح الشيخ محمد تانانا مدير مؤسسة قمم الأندلس لخدمة القرآن الكريم وأهله الاثنين بعد اختطافه من قبل مجموعة مجهولة الهوية لعدة ساعات. حادثة الاختطاف حدثت بين منطقتي بوابة الجبس وطريق المطار، وذلك صباح الاثنين قبل أن يقوم أحد الخاطفين بالتعرف على هوية الشيخ ثم إطلاق سراحه. ويشار إلى أن مؤسسة قمم الأندلس استنكرت في بيان لها ما تقوم به عددا من صفحات التواصل الاجتماعي من تشويه لها، معتبرة ذلك افتراء وتحريضا على المؤسسة ومشائخها، مشيرة أنها تنأى بنفسها عن كل التجاذبات السياسية بالبلاد. نشاطنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. خفر السواحل الليبية ينقذ 139 مهاجرا غير شرعي قبالة ساحل بلدية تاجورا. أهلا بكم من جديد.
وبالعودة إلى خبر إطلاق سراح الشيخ محمد تنانة مدير مؤسسة قمم الأندلس، ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ محمد تنانة. بداية الشيخ محمد، لو توضح لنا تفاصيل الحادثة. نعم، أنت في استماع لي يا شيخ محمد؟ أيوة نعم. نعم، كنت قد سألتك شيخ محمد لو توضح لنا حادثة الاختطاف التي تعرضت لها. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا وللأسف كنت في طريق العودة إلى البيت ليلة البارحة. نعم. اعترضتني سيارة، توقعت أنها تكون أحد الدوريات من باب الاستيقاف وكذا، فصار بيننا أخذ وعطى من ذا الكلام، ثم حتى وقفت سيارة أخرى فحدث ما حدث من باب الاختطاف وكذا، واختدوا جهة غير معلومة. كانت نعم. مجموعة مسلحة حوالي من 6 إلى 7 أشخاص، وهذا باختصار أخي الكريم. نعم شيخ محمد، لو توضح لنا ما هي الأهداف والنشاطات التي تقوم بها المؤسسة في مجمل أعمالها؟ نعم. والله مؤسسة قمم الأندلس بخدمة القرآن الكريم وأهله، أهدافها من اسمها هي خدمة القرآن الكريم في ربوع ليبيا الحبيبة. نعم. بدأت هذه المؤسسة بإقامة بعض الدورات لتحفيظ كتاب الله عز وجل. قامت الدورة الأولى والحمد لله وجدت نجاحا وإقبالا كثيفا من بعض الطلبة، ثم توالت علينا هذه المباركات من كثير من مراكز التحفيظ لإقامة دورة أخرى، فأقمنا دورة ثانية ودورة ثالثة ولله الحمد ودورة رابعة، والحمد لله أتم الله علينا نجاح هذه الدورات الأربعة بعدد لا يقل عليه 300 طالب شاركوا معنا. من الله على كثير من الذين حفظوا الربع والنصف خلال 4 دورات. نعم. كان من بذرة هذه المؤسسة والأتروجة التي فازت فيها في هذه خلال حصاد عام كان، أخرجت 15 حافظا لكتاب الله حفظوا كتاب الله سبحانه في هذه المؤسسة منذ انفلاجها من عام تقريبا من شهر أكتوبر الماضي. فالمؤسسة ليس لها أي توجهات سياسية ولا توجهات قبلية، إنما توجهها الوحيد هو الدعوة لكتاب الله. نعم. هو الدعوة إلى العمل والكتاب الذي لم يختلفوا ولن يختلفوا فيه أمة الإسلام، ألا وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعده أبدا كتاب الله. فكان من هذا المنطلق الحمد لله انتشرت هذه المؤسسة في ربوع ليبيا الحبيب، وأقمنا أكثر من دورة حتى خارج طرابلس، وفضل الله عز وجل لاقت إقبالا ونجاحا، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. نعم، إذا شيخ محمد تنانة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أنقذ خفر الصواحل الليبية ما يقارب 139 مهاجرا غير شرعي صباح الاثنين قبالة ساحل بلدية تاجورا. أيوب قاسم المتحدث باسم البحرية الليبية قال في تصريح تلفزيوني أن المهاجرين كانوا من عدة جنسيات أفريقية مختلفة، من بينهم 3 أطفال و6 نساء، سلمتهم البحرية إلى جهاز مكافحة الهجرة ببلدية تاجورا. وأضاف قاسم أن خفر السواحل أنقذ ما يقارب 150 مهاجرا وانتشل 11 جثة قبلة ساحل القرابولي. أنقذ جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية بصبرات صباح الاثنين 18 مهاجرا غير شرعي، فيما لقى طفلان مصرعهما إثر غرق القارب الذي كانوا على متنه. رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية بصبرات باسم الغرابلي في تصريح لمصادر صحفية قال إنهم انتشلوا جثمان طفلة مغربية تبلغ من العمر 6 سنوات، وما زال البحث مستمرا عن جثة شقيقها الذي يبلغ من العمر 8 أشهر. وأضاف أن القارب غرق قبالة شاطئ الليل غرب المدينة، وكان يقل 10 ليبيين و3 أفريقيين، إضافة إلى عائلة سورية وأخرى مغربية تم إنقاذهم جميعا عدا الطفلين.
قام قسم انتشال الجثث بجمعية السلامة بمدينة بن وليد للأعمال الخيرية ظهر الاثنين بدفن جثث أفارقة عثر عليها في الطرقات الصحراوية العامة. رئيس جمعية السلام للأعمال الخيرية في تصريح لمصادر صحفية قال إن الطريق الصحراوية العامة تستخدم عادة من تجار الهجرة الغير قانونية، وأضاف أن الجمعية بادرت بدفن هذه الجثث نظرا إلى محدودية استيعاب الثلاجة الخاصة بالموتى في مستشفى بني وليد. اتفق عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة مع مدير المستشفى المركزي بالمدينة على تركيب منظومة للحولات المصرفية الخارجية داخل المستشفى، وذلك للمساهمة في حل مشاكل تحويل الأموال للعناصر الطبية المساعدة العاملة بالمستشفى. جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس البلدي مع مدير ومديري أقسام مستشفى مصراتة المركزي، بحثوا فيه عددا من المواضيع المتعلقة بسير العمل في المستشفى. ومن جانب آخر بحث المجلس البلدي مع رئيس ديوان المحاسبة ومدير مستشفى مصراتة في اجتماع آخر على حل مشكلة عدم استكمال صيانة المستشفى وإمكانية رصد الميزانية اللازمة لإتمام أعمال الصيانة. ومن جهة أخرى، نفى عميد كلية الطب البشري بجامعة مصراتة محمد الطرينة ما تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن إيقاف الطلبة النازحين من بنغازي عن الدراسة بالكلية. وأضاف طرينة أن كلية الطب مصراتة قررت الاستمرار في قبول الطلبة النازحين من بنغازي للدراسة في الكلية بنظام الاستضافة، استنادا إلى قرار وزير التعليم العالي القاضي بالسماح للطلبة النازحين من بنغازي بالدراسة في جامعات المنطقة الغربية. هذا وكان عميد كلية الطب البشري بجامعة بنغازي قد طالب في رسالة لنظيره بجامعة مصراتة بعدم قبول استضافة طلبة بنغازي النازحين إلى المنطقة الغربية بحسب عميد جامعة مصراتة. تلاميذ المدارس يستقبلون العام الجديد بلا كتب وبلا حقائب جديدة، فالمخازن الكتب فارغة وجيوب أولياء الأمور تفتقد للدرهم والدينار. المزيد في سياق التقرير التالي. العام الدراسي المنتظر هل سيبدأ أم سينطوي؟ يعني دراسة الآن في دول تقرأ من 1-9، يعني احنا اهو ل 24-10 ما داروش اي حل نهائيا، يحججوا في اسطوانة الكتاب المدرسي، الكتاب المدرسي، الكتاب المدرسي، يا اخي اطلع من هالمورده كلها. أسئلة وتعجبات تدور في رؤوس الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات. هو تأجلوه ليوم 24-10، ما جتناش عليه لائحة أمتى مثلا امتحانات الفصل أو أمتى كذا، معناتها بخش رمضان على امتحانات النقل. فهمتها كيف؟ معناتها بخش الشهادة بعد النقل. هي المشكلة نفس المشكلة، قلت لك ريت هم ما يعرفش أنه لما يحط في لائحة هيك 24-10، 6 شهور صغار اليوم في الحوشرة، راهو من شهر 5 تعمل العام الدراسي. عام دراسي بدون كتب، هكذا صرح بعض العاملين بوزارة التعليم بحكومة البعثة الأممية ليعودوا بذلك لحقبة ما قبل الميلاد. بأي حال يمكن لأولياء الأمور استقبال العام الدراسي؟ بجيوب خاوية أم بأسعار غالية أم بسيولة صار الحصول عليها محض خيال عند الليبيين الذين إذا استمر بهم الحال سيبيعون ويشترون بالقمح والشعير كما هو حال القوم الأولين. مواطن ليبي يشتكي ورئيس حكومة متكئ على أريكته ولا يصغي. فايز السراج لم يعد يملك وقتا ليعايش حال الليبيين ويصافحهم كما جرت العادة، لانهماكه في مؤتمرات ومشاورات محلية ودولية بدينارات الليبيين المخفية. العملة الليبية تحولت لعملة صعبة المنال بسرعة الضوء فور مجيء الرئاسي المقترح بطريقة الهجرة غير الشرعية ليرسو بقاربه على رصيف أبي ستة حيث القاعدة البحرية. السراج وزبانيته الذين منذ أن دخلوا البلاد أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أدلة، وكذلك يفعلون. كهرباء غابت وسيولة ماتت، وأما الغاز والبنزين فهما آخر ورقتين رابحتين بيد المسؤولين ليطفئوا بذلك آخر شمعة عند الليبيين. لم يعد للمواطن الليبي وقت ليستدرك حاله وما آل إليه الوضع في بلاده، فما أن يغيب ألم صفعة الأزمة الأولى حتى تلكمه الثانية وترده طريحا إلى فراش غرفة الإنعاش.
كشف تقرير لشبكة بلومبورغ الأمريكية عن تلقي أحد السماسرة المغاربة مبلغا وقدره 9 ملايين دولار كعمولة مقابل تأمينات صفقات مع مؤسسة الاستثمار الليبية في العام 2008 بناء على توصية من مصرف جولدمان ساكس الأمريكي. هذا وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار قد أبرمت في العام 2008 عدة صفقات بلغت في مجموعها نحو 1 مليار دولار تمت بواسطة جولدمان ساكس بنك والحقت خسائر فادحة بالمؤسسة. ويذكر أن البنك الأمريكي قد استغل خبرة المؤسسة الليبية المتواضعة في التعامل مع الوثائق القانونية المعقدة وحقق أرباحا تفوق 200 مليون دولار. ومن جهة أخرى، أعلنت الشركة العامة للكهرباء الأحد عن عودة وحدتين بمحطة السرير الغازية عن العمل بعد أن حدث بهما عطل السبت تسبب في خروجهما عن الخدمة. الشركة وعلى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ذكرت أن سبب العطل هو فصل بدائرة جداب ياجالو، فيما نشرت خبرا آخر عن حدوث خلل فني بمحطة الكهرباء غرب الخمس، مما أدى إلى خروج وحدات الإنتاج بمحطات الخمس والزيتونة والسرير. انطلقت صباح الاثنين حملة نظافة واسعة قامت بها إدارة خدمات النظافة في ترهونة التابعة لشركة الخدمات العامة المرقب. وقال مدير إدارة الخدمات النظافة المهندس عبد الرحمن سلامة إن الحملة تشمل المرافق الخدمية والمدنية والمدينة الرياضية عفوا ومستشفى ترهون العام وكذلك المؤسسات التعليمية استعدادا للعام الدراسي الجديد. سلامة في تصريحه قال إن هذه الحملة تهدف إلى إزالة المخلفات والعشوائيات داخل المؤسسة والمرافق الخدمية، بالإضافة إلى طلاء بعض الجدران وتهذيب الحدائق والساحات داخل مدينة ترهونة لإظهارها بالمظهر الجمالي المقبول، شاكرا مجهودات العاملين وحرصهم على القيام بواجباتهم. نظم عدد من أهالي مدينة الكفرة وقفة احتجاجية أمام مكتب خطوط الجوية الليبية بالمدينة مطالبين بالتدخل لحل مشكلة إغلاق مطار الكفرة المدني لمدة تجاوزت العام والنصف. وأصدر المحتجون بيانا استنكروا فيه استمرار إغلاق مطار الكفرة أمام حركة الملاحة الجوية، مطالبين في الوقت ذاته بمحاسبة الأشخاص الذين تسببوا في إغلاقه وأن تتحمل الجهات الأمنية والعسكرية حماية الأرواح وتأمين المطار ضد الخروقات المختلفة. كما أشار البيان إلى حجم المعاناة التي يمر بها المواطنون جراء تردي الوضع الأمني بالطريق البري وما نتج عنه من حوادث سير وخطف وقتل. وفي الخبر الأخير، حيث قال مدير مكتب الإعلام بمركز الأورام بسبها نصر الدين المبروك إن المركز افتتح 3 عيادات كشف خارجية، مؤكدا أن مركز علاج الأورام بسبها يعتبر المركز الوحيد بالمنطقة الجنوبية. المبروك في تصريح لوكالة أنباء التضامن الاثنين أوضح أن العيادات تضم قسم المسالك وقسم الباطنية، بالإضافة إلى عيادات للغيارات والحقن والضغط، مشيرا أن المركز بصدد فتح فرع آخر بسبها لحل مشكلة ضيق أقسام الإيواء بالمدينة. وقبل الختام، تذكير بما جاء في هذه النشرة. قوة التوار في مدينة سرت تتقدم داخل الكامبو والجيزة البحرية وعمارة 600 في الحي رقم 3 بالمدينة وسقوط شاهدين من قوات التوار خلال الاشتباكات. مقتل آمر كتيبة التدخل السريع التابعة لقوات مجرم الحرب حفتر بانفجار لغم أرضي بمنطقة قنفودة. والإعلام الخارجي التابع للبرلمان المنحل يستنكر مطالبة العفو الدولية بإخراج العائلات من المنطقة. فايز السراج يصرح بعدم وجود أي مشاكل مع حفتر لأنه معين بشكل قانوني، وصعوبات تعيق انطلاق مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا. وتابعتم أيضا خفر السواحل الليبية ينقذ 139 مهاجرا غير شرعي قبالة ساحل بلدية تاجورا. هذا ويمكنكم متابعتنا عبر البث المباشر على الفيسبوك تناصح دوت تي في
أو عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر والتليجرام واليوتيوب. أشكرك على المتابعة، إلى اللقاء.